وفي لقاء أجراه مراسلنا في قاعدة الصخيرة الجوية مع الرئيس التنفيذي لشركة أبسكو السعودية الدكتور عزام قاري، قال إنه مع كل نسخة تقام لمعرض البحرين الدولي للطيران يلتمس المشاركون التطوير والتحديث والمبادرات الجديدة، سواء على صعيد الترتيبات الاستباقية وأيضا على صعيد حجم المشاركات الإقليمية والدولية. أكثر من مرة شاركنا ولاحظنا في كل نسخة بيكون في مبادرة جديدة وفي تقدم وفي تطور وفي خصوصا في موضوع الترتيبات الخاصة والشركات المشاركة، سواء جهات حكومية أو غير حكومية، خاصة مدنية عسكرية. في ميزات إضافية في كل نسخة من النسخ، بنلاقي فيه تغيير وتطوير في الترتيبات. الميزة طبعا الرئيسية بصراحة ربط ما بين الشركات والقطاعات الخاصة والحكومية، شبه الحكومية والعسكرية وغير العسكرية، سواء في البحرين، في دول الخليج والريجن أو الإقليمي بصفة عامة. فبيكون فرصة جدا ممتازة لنشوف آخر التحديثات.